الشوط الرابع حبايبنا بهوره يا شباب يلا حبايبنا أربعة مشاركين بالشوط الرابع النسر قبطان كحيل الليل وبهيج هذه هي أسماء خيول الشوط الرابع كنز المالك والمدرب محمد حجيرات على صاوته الفارس سلمان الأعسم أول المنطلقين نحو جهاز الانطلاق لرابع أشواط هذا المهرجان برده كنه هون يكون هون معاك رم سدير كبرال شو ثاني المنطلقين برابع اشواط هذا المهرجان كحيل الليل ابن الفحل نجم الليل والام بنت سنجابي المالك عامر كعبية المدرب زين كعبية على صوته الفارس سالم العقبي ثاني المنطلقين برابع اشواط هذا المهرجان فحل كنز بن جستس المالك سالم سواعد المدرب علي اشكر على صوته الفارس اياس ابو جبل النسر للمالك صالح ابراهيم مرة اخرى ملاك ومدربين خيول الشوط الخامس كونوا على اهبة الاستعداد شوط انهار مواليد عام 2017 لميس مراكيل معشوق وطيار هذه هي اسماء خيول الشوط الخامس نطلب من ملاكها ومدربيها بالفعل انطلقت خيول الشوط الرابع على بركة الله تعالى بانطلاقة موفقة للنسر وبهيج النسر مع القيان عماد ينتزع صدارة الشوط بالمراحل الأولى من على السباق وبمراحل متقدمة إلى أن بهيج مع ياس أبو جبل ينتزع الصدارة الآن بالمراحل الأولى من على السباق سلمان الأعسم على صاروة القبطان بالمرتبة الثالثة قرابة المنعطف الأول ولكن بهيج يقود أمهار الشوط الرابع يدخل المنعطف الأول ويقود أمهار الشوط الرابع مع ياس أبو جبل بصراع مع النسر الآن قرابة المنعطف الأول تدخل خيول الشوط الرابع الآن ما بين المنعطفين بهيج ما زال يقود خيول الشوط الرابع بنزاع وبدخول ثنائي مع النسر أياس أبو جبل وعماد لأن النسر الآن ينتزع صدارة الشوط محلقا بصدارة الشوط الرابع ما بعد المنعطف الثاني قرابة الخط المستقيم يقبل النسر بصدارة الشوط الآن ما بعد المنعطف الأخير نحو الخط المستقيم ونحو المراحل الحاسمة من هذا الشوط النسر وبهيج وكحيل الليل والقبطان بدخول رباعي نحو الخط المستقيم يندفع بهيج من الخلف قبطان يندفع من الخارج كحيل الليل يندفع مع سالم العقبي ولكن النسر يقود أمهار الشوط الرابع برفقة الخيال عماد بنزاع مع كحيل الليل النسر وكحيل الليل ولكن النسر يأبى إلا أن يحلق بصدارة الشوط الرابع النسر مع الخيال عماد بالمرتبة الأولى كحيل الليل مع سالم العقبي بالمرتبة الثانية وبهيج بالمرتبة الثالثة مع حياس أبو جبل فليتفضلوا أصحاب المراتب الثلاث الأولى إلى منصة التتويج مبروك لصالح إبراهيم مبروك ألف ألف مبروك للنسر مبروك ألف مبروك مبروك لصالح إبراهيم مبروك للفارس الواعد عماد على صهوة النسر محلقا بصدارة الشوط الرابع مبروك ألف مبروك الأخ أكرم عراودي أبو العدنان يتوج صاحب المرتبة الأولى بالشوط الرابع مبروك حبيبنا صالح غدير مبروك ألف ألف مبروك مبروك للنسر مبروك للمالك والمدرب صالح إبراهيم غدير برفقة الفارس عماد على صهوة النسر محلقا بصدارة الشوط الرابع مبروك ألف ألف مبروك يتوج الأخ أكرم عراودي أبو العدنان مبروك للنسر صاحب المرتبة الأولى أسرع شوي حبايبنا كحيل الليل كحيل الليل وبهيج عبد تويش حبايبنا أصحاب المراتب الثانية والثالثة إذن صاحب المرتبة الثالثة بالشوط الرابع كانت من نصيب المهر بهيج مبروك ألف مبروك لسالم سواعد مبروك للمدرب علي أشكر من عكا برفقة الفارس هياس أبو جبل مبروك لبهيج صاحب المرتبة الثالثة بالشوط الرابع مبروك ألف ألف مبروك أما صاحب المرتبة الثانية فكانت من نصيب المهر كحيل الليل مبروك لعامر كعبية مبروك لزين كعبية برفقة الفارس سالم العقبي يكتفي بالمرتبة الثانية يتوج الأخ أكرم عواودي أبو العدنان مبروك ألف ألف مبروك
من يتوج أصحاب المراتب الثلاث الأولى بالشوط الرابع. مبروك، ألف ألف مبروك.